على هامش مشاركته في فعاليات أبو ظبي للاستدامة لعام 2019، اجتمع الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء مع المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبو ظبي وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، والمهندس محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة وعدد من المسؤولين، وذلك بمقر دائرة الطاقة في جزيرة الماريا بأبو ظبي. وفي بداية اللقاء رحب الجانب الإماراتي بالوفد البحريني، وقام رئيس دائرة الطاقة في أبو ظبي بتقديم عرض تفصيلي حول استراتيجية حكومة أبو ظبي المتكاملة للطاقة 2030، وكذلك الاستراتيجية طويلة الأجل لغاية عام 2050 والتي ترتكز على تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية الطاقة الخضراء وما أحرزته إمارة أبو ظبي من تقدم كبير في هذا المجال. من جانبه قام وزير الكهرباء والماء باستعراض خطط مملكة البحرين في مجال الطاقة المستدامة والإنجازات التي تحققت في هذا الخصوص والأهداف الوطنية التي تم إنجاز نسبة كبيرة منها في وقت قياسي. وأشاد الوزير ميرزا بالتجربة الرائدة لدولة الإمارات في الطاقة المستدامة وبالأخص الطاقة الشمسية، وأعرب عن اهتمام القيادة والحكومة الموقرة في مملكة البحرين بتعزيز وتوثيق روابط التعاون المشترك وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب في كلا الطرفين البحريني والإماراتي. وأكد ميرزا على عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين وعلى أهمية التعاون المشترك المتبادل للأفكار والمشاريع بمجال الطاقة المتجددة.